أولا بنحدد إيش المقصود في الشفرات الكونية، يعني هل المقصود فيها القوانين اللي أنا تكلمت عنها، وهي طبعا هم هي هذه اجتهادات كذلك، يعني أم مقصود فيها لا الكودز في معادلات معينة إذا الشخص حسبها حسابيا تعطي نتائج مختلفة. على افتراض أن في شيء كذا، أنا أعتقد أن أول من تكلم عن هذا الموضوع هو فيثاغورس، صح؟ هو اللي بدأ يتكلم بأن الكون كله أرقام يعني، والموضوع ما انتهى، حتى تسلا كان يحكي بهذه الطريقة، يحكي أن الكون ديجيتال، يعني تقدر تحسبه رقميا من خلال ترددات، من خلال ذبذبات، نقدر نقيس أي شيء، نقدر نقيس الطاقة، نقدر نقيس النور، فكل شيء له رقم. ففهم هذه المعادلة يسهل كثير، أن الكون يتحدث بالأرقام لا يتحدث بالمعاني، يتحدث بالأرقام. فهم الأرقام تفهم من وراء المعاني والتجليات وغيرها يعني. لكن إذا كان السؤال هل الاختراعات ابتكارات في معادلة معينة، فأكيد طبعا المسألة هذه فيها جانبين، فيها جانب إلهامي وفيها جانب عملي. الجانب الإلهامي مثل ما إديسون كان يقول، الجانب الإلهامي يشكل 1% و99% هو الجهد المبذول. فالمخترعين ما يكلون، ما يقفون طوال، فهم فاهمين المعادلة هذه. هذا قانون كوني احنا نسميه قانون العددية. قانون العددية قائم على أن لو كنت أنا مثلا أشتغل في التسويق وأبيع مثلا ماكينات تنظيف مثلا، وسلمان يشتغل في نفس الوظيفة ويبيع ماكينات تنظيف، اثنين نشتغل في نفس الشركة واثنين، بس أنا أستهدف عملاء في منطقة معينة وهو يستهدف عملاء في منطقة أخرى. هو شهريا يبيع 15 ماكينة نظافة، أنا أبيع 10، مستمرين على هالحالة. الافرج ماله هو 15، الافرج مالي انا 10. طيب شنو المطلوب الان عشان انا ابيع 15؟ يعتمد اول شيء سلمان هو ايش كثر قاعد يشتغل يوميا. هو يشتغل يوميا 4 ساعات، كل يوم يروح 4 ساعات ميدانيا ويبدا يحاول يسوق هذه المكاين، وانا اشتغل 4 ساعات، انا اجيب 10 مكاين، هو يجيب 15 مكاين. ما اعرف ليش، يمكن هو طريقته في الاقناع مختلفة كذا، بس الحين قانون العددية يقول اذا اردت ان تحقق 15 ماكينة مثله، فماذا علي أن أفعل؟ علي أن أعمل 6 ساعات. هو يعمل 4 ساعات يجيب 15 ماكينة، أنا أعمل 4 ساعات أجيب 10، إذا أنا أعمل 6 ساعات أجيب 15، يعني هاي تنحسب بهذه الطريقة. أعطيك نموذج ومثال آخر، هو شوي بعيد عن اللي أنت ذكرته كسؤال لكن يفيد كثيرين، وأنا ذكرته كمثال من قبل. لو كنت أنت نشأت في بيئة تجار، هم الأب والأم وكذا، العائلة تجار، وشخص ثاني صديق مثل ما حصل معايا أنا كذا مثلا، نشأ في بيئة ما فيها الحس التجاري والفهم التجاري وكذا، هو ربما يكون لأن كونه في عائلة تجارية جهده أقل من الجهد اللي أنا سأسعى له حتى أنا أحصل اللي هو قاعد يحصله. هاي لازم أدركها، أدرك أن أنا محتاج جهد أكثر يعني. أنت نشأت في أسرة سعيدة تفهم معاني الحب والتفاهم والتفويت، عندها المعاني هذه متأصلة. أنا نشأت في بروكن فاميلي، يعني أسرة منكسرة مثلا، ما عندهم معاني الحب ولا عندهم مثلا الفهم ولا التفهم ولا كذا. طب أنا الآن محتاج أني أجتهد أكثر منك، أنت في الحقيقة عشان تحصل على الحب، عشان تمارس الحب، عشان تعطي حب، جهدك أقل من الجهد اللي أنا سأبذل. أنا محتاج أني أتعلم، أخذ برامج، دورات، أقرأ كتب، أبدأ أمارس، أطبق حتى أوصل للمرحلة اللي أنت فيها، أنت خذيتها بالسجية من الطفولة يعني. فلذلك كل حاجة تأتي بحسب وضعك الحالي الموجود، ما في معادلة واحدة يعني. لكن في الاختراع والابتكار، واحدة من أهم ميزات المخترع والمبتكر والمبدع، فضلا على انه هو فاهم مادته او الشيء اللي قاعد يبحثه وباحث فيه كثيرا، هو ايضا ما يقف من المحاولة.
يعني يحاول عشرات مئات المرات حتى يوصل لفك الشفرة أو فك المعادلة. إنما الشخص اللي ما عنده عقلية المخترع أو حتى ما عنده عقلية الناجح بشكل عام هو اللي يحاول مرة مرتين ثلاثة أربعة خلاص بعدين، يعني يقول لك ليه متى أنا قاعد أحاول بهذه الطريقة، فما يحاول، يقف من المحاولة. الشخص الناجح هو المصر، الشخص المبدع يعرف كيف يدور وسائل كثيرة حتى يوصل للهدف الذي يرجوه. إن شاء الله جاوبتك على السؤال.